يعطيكم العافية متابعين معتز مطول. قبل فترة رنوا علي جيران لعنا يعني بمنطقة القدس عناتا، طبعا طوارئ زواحف، في عندهم بساعة الكهرباء حية، قعدنا نفتش عليها وندور عليها ما لقيناها. هسه رنوا علي مسكين الحية وماخذين عنها فكرة انه البقلوية، طبعا هي غير سامة، ماخذين عنها فكرة انه لازم تشيل نيابها وكيف بدنا نخلع نيابها وبدنا نربيها. انا بدي اروح اقنعهم واخدها عندي ونطلق صراحة على البرية، لانه الافعى هاي غير سامة بتاتا، طبعا بمنطقة مخيم شعفاط. طبعا كثير ناس الفترة هاي بتعرف انه انتشار تزاوج الافعى البقلوية والعربيد الاثنين، الشهر اللي فات كان تزاوج افعى فلسطين، فالناس بتعرف انه جميع الافاعي لازم نقتلها، جميع الافاعي لازم نقطعها، وجميع الافاعي بتتربى في الدور. اخوان الافاعي البرية ما بتوكل عند البشر، عندها استعداد تصوم عن الاكل لانه في البرية اريح لها، لانه عندنا من مجرد ما تجيبها مش راح تقبل الفيران، لانه ممكن توكل حرباي، ممكن توكل سحلية، اشي زي الافعى البقلوية شارها التزاوج تاعها، فما بصير نقتلها لانه مساعدة على الطبيعة. وهي شارع عناتا مخيم شعفار، دائما انا حاطط صناديق واشياء للافاعي. بشكل عام انه الناس بتفكر انه الافاعي بتتربى، ولكن الافاعي ما بتتربى عند البشر. لا عسير يا اسطى، هذا نطه صيد في ارض وقمح، ايش اصيد كل الحياه. هسه مين بده يطلع نيابها؟ انت بدهم يطلعوا هسه نيابها، بيجيش الانياب والله، ما لهم ساعه خلعوا ضمها، حطوا شقفه بلاستيك في ضمها والله. عالفوز هاي مش حي فلسطين لنتعامل معها، هذا شيء قصتها، هذا نطع مين الحي اخلاويه بس سامع يا بابا، والله بتسوي شيء يا زلمه. بس هي الشهر هذا شهر التزاوج، لهيك منتشرات والله حكحها مع ديناصور عشان تطلع على الجراج هذول. نورة في خزان كهرباء والله بتسوي شيء. شايفها والله خلي ساعة تسكها بالذات، مش طايق عادي ولا ايش، حتى باردة الحين الجو بارد ما فيش فيها، عاجبين عليها للحية. ايش مصرمو فرط وفمه جمال العمواس. انا اذا شفتها والله ساعه والله بشيلها نياب، بشيلها نياب بيجي لها سنا والدم نزل منها. عمي بشيلها نياب، طلع كسروا حطينا لها وشبه خفيفه بس ما كلت. تحط لها ربع يا دينك والله قد يا الحيه بارده بقى الحيه. امير تعال تمسك الايه، هات امير تخليه مع شوي بارده، هسه ما يكون جسمها بارد تتحرك. في حيه عند فادي الثانيه وينها؟ على هاي الحاره وزي ما حروني يا زلمه. هي عندها في شكلها، هاي عندها، هاي لازم على البريه. طب شو هيك ليش يا والله لا هسه كيف لا. طب الحين هاي شو نحط لها طعميه؟ هاي بدي اخذها اول. مبروك عليك. ليش بنعمل عليها فعاليه بعدين نطلق صراحه، لان هاي في عندكم هون في الحاره مليان عرس وفيران بتخفف منها، مش لازم نقتلها. اسمع صوتها يا زلمه يعني بتفخ عادي، هذه اي افعى بتطلع صوت. هذا بعد معظم نعمل عليها فعاليه كمان، وجه صفرا نوقع، هذه اخبر من هذيك. انا معدل الحياه، وراك شدت عربيد مره. نبي
مين هذول؟ اعطي لك والله. والله مرات انا عربيت الجبل سلخناه طوب. والله كيف تطلع؟ سلخت. وين بدك تروح فيها؟ عندي عبد. صلي على النبي يا زلمه. ليه؟ شو بدك فيها؟ انت رفيق. طب خذ 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 رفيق. طب ما لهاش نيابه. الاول هنيابه ما بتسويش شيء يا زلمه. لا سامها مش اسال حرام. بتحمل خطيه يعني لا تاخذوها تربوها ولا شيء. بنصحكمش لانه يصير خذ ربي عمل فيها فعاليه تبعتك وعطيه. اسمع كيف بدك تمسك. فرجيني كيف بدك تمسك الحقيقه زي هيك على الشاطه. استنى اجيب لك الشاطه بس تفرجيني كيف. روح جيب كشاطة نفرجيك الشباب عشان تتعلم. دايما حي السالفة. في حفرة هون دير بالك. هيك شهر رمضان هيك طلع هيك صح. هسه بحالك انه في اي افعى بس بتحطها حطب ما بتضغط عليها. بعرف فاهم عليك. وتشدها هيك صح طلع عد من عصاري. لا 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 طلع. اكثر ناس اللي ضغطوا مفاعي سامه من هاي الحركه. لا بس انت بتحط هيك بعديها بتجيب كنيه او مطربان بدك تمسكها في ايدك. فاحكي لك كيف فاهم كيف. ليش تمسكها؟ الافاعي ما بتنمسك بالايد. خد هاي جنجيليه. لا كنينه ولا مطربان. انت تعال. لا ما فيش حاره بتخلاش من جناني يا زلمه. ما بالعقل. طيب ايش الصفحه اللي بتسووها؟ حرك الجناب اصلا هاي انت لحالك. ما هو ايش؟ ما تزبطون. اسمع شو بدك تجيب حي يا ربي عشان تنصحنا يا ربي. كوبرا احسن حي. طبعا احنا الاولاد مسكوا الحيه ولكن رنوا علي ورحت اقنعتهم انه ما يقتلوها وانه افعى هي غير سامه بتاتا. هي الافعى البقلويه والشهر هذا زي ما حكينا تزاوج الافاعي اخذناها فهم بدهم يربوها اخوان. فحكينا لهم الافاعي هاي ما بتتربى. ثالث الاشي غير سامة بتاتا احنا بناخدها عنا بنشربها بنعطيها تدفئة الرعاية اللازمة وبعد هيك بنطلق صراحة انه هي غير سامة بتاتا. والشهر شهر التزاوج الافاعي صح ولا لا؟ صحيح كلام منطقي. كلام منطقي. الشباب من الحارة من عنا يعني منطقة مخيم شعفاط عناتا ويعطيكم الف عافية.